أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه من المتوقع أن تعرف مجموعة من العمالات والأقاليم بالمملكة يومي الاثنين والثلاثاء تساقطات ثلجية على ارتفاع 1300 متر ورياح أحيانا قوية من المستوى البرتقالي. وأوضحت المديرية في نشرة خاصة أن التساقطات الثلجية من 15 إلى 50 سنتيمتر ستهم أقاليم إفران وخنفرة وميدلت وبولمان وابن ملال وأزلال والحوز ومرتفعات أقاليم شيشاوة وتارودانت وتنغير والحجب وصفر وتزا من 2/16 دجنبر 2019 على الساعة 4 زوالا إلى 3/17 دجنبر عند منتصف الليل. أما الرياح من 75 إلى 90 كيلومتر في الساعة فستهم حسب النشاط الخاصة كلا من الصويرة وشيشاوة واليوسفية وأسفي وسيدي بن نور وبرشيد والنوصر ومديونة والدار البيضاء وسطات ورحمنة ومراكش وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح وابن ملال وخنفرة وإفران والحوز وأزلال والمحمدية وبن سليمان والصخيرات وتمرة والرباط سالة والقنيطرة والعرائش وطنجة أصيلة وفحص أنجرة وشفشاون والحسيمة وميدلت وفيقيق وتوريرت وجرادة ووجدة الاثنين من الساعة 6 صباحا إلى منتصف الليل. كما ستعرف أقاليم قلميم وسيدي هفني وتيزنيت وشتوكا أيتبها وتارودانت وميدلت وبولمان وفيقيق وتزا وقرصيف وتوريرت وجرادة ووجدة وبركان والناظور حسب المصدر ذاته رياحا أحيانا قوية يوم الثلاثاء من منتصف الليل إلى الساعة 9 مساء ستتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة. وأشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أنه من المتوقع أن تعرف أقاليم أسفي والصويرة وأقادير إداوتنان وإنزجان أيت ملول وشتوكا أيت بها وترودانت وأزلال وابن ملال وخنفرة وتونات ووزان والعرائش يوم الاثنين أمطارا معتدلة إلى محليا قوية. كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدوزي. إذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كما لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وأن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم في قسم التعليقات. دمتم في حفظ الله ورعايته إلى أن نلقاكم مع خبر جديد. إلى اللقاء.